وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.